قضية العضوية الخاصة بالأستاذ هاني العتال، لأن دي صلب الموضوع النهاردة اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيه، لأن عندنا دردشة في كذا حاجة. ولكن أنا اتكلمت امبارح وهو طلع مرتضى منصور جوز أخته المطلقة محمود خالد. محمود خالد ده محامي وهو ماسك مدير عام الشؤون القانونية في نادي الزمالك براتب يتعدى 50,000 جنيه في الشهر. ده جوز أخته مرتضى منصور، وحصل انفصال وطلاق، وأنا مش بخوض في الحاجات العائلية لأن أنا راجل محترم وصعيدي محترم مش زيه بيخوض في العائلات ويشتم الناس ليل نهار. محمود خالد جوز أخت مرتضى منصور طلع امبارح على قناة الحدث اليوم مع أحمد جمال، واتكلم وقال وفند أسباب الحكم الذي صدر بعدم قبول دعوة هاني العتال، وطبعا اتكلم في كثير من المغالطات. وانا من خلال برنامج مع الاعلامي عبد الناصر زيدان هستضيف لكم مجموعة من القانونيين والدكتور سيد بحيري عشان يشرح لكم بعض التفصيل، بعض النقاط التي حصلت عليها من القانونيين في هذا الشأن. ولكن عايز اروح لكم للب الموضوع، اصل القصة، ويا ريت زمايلنا يركزوا في ده واصدقائنا الاعلاميين يركزوا في ده وحضراتكم تركزوا في ده. اصل القصة هي هاني العتال، بمعنى ان مرتضى منصور مش هينسى ان هاني العتال اداله قلمين جامدين جدا، ومش هينسى ان هو عامل له عقدتين في حياته، كل عقدة مخلياه ما بيعرفش ينام الليل. لو احنا جينا عملنا الاول مقارنة ما بين استقبال مرتضى منصور لأحكام القضاء، استقباله لأحكام القضاء عندما يفوز واستقباله لأحكام القضاء عندما يخسر، هتلاقوا مفارقة غريبة جدا. لما بيكسب جولة زي بتاعت أمس بيطلع يقول القضاء الشامخ العادل، لما بيخسر أي جولة بيكلمنا بصفته النيابية وبيعترض زيه زي مدرسة الإخوان بالظبط، إن لم تكن معي فعلي حتى لو كانت أحكام قضائية. وبما أني أحترم قضاء مصر الشامخ وأجله وأقدره، عملت مقارنة في كذا حاجة. يعني هاني العتال حصل على ما يقرب من 19 حكم من مرتضى منصور، كسبه في 19 جولة. مرتضى منصور كسب جولتين فقط، يعني هاني العتال فايز 19-2. أنا ما شفتش هاني العتال طلع في أي جولة من الجولات هلل ولا عمل اللي عمله مرتضى منصور امبارح، وما شفتش هاني العتال طلع اتكلم ولا علق على أحكام القضاء سواء اللي بيكسبه أو اللي بيخسره. فالنهاردة لازم نسلم بده بس عشان تبقوا عارفين. نفس الوضع عندما حصل على بعض أحكام عليا بالحبس، ودي أرد عليها لأن امبارح محمود خالد ضل للرأي العام وتحدث في أمور كلها كذب وأباطيل، وأنا أوضح لكم ده. بس خلينا نمشي بالترتيب. بيستقبل مرتضى منصور الأحكام القضائية، عندما تكون على هواه يصيح ويملأ الدنيا سمعا وبصرا بصياحه وضجيجه، وعندما لا يأتي الحكم على هواه بنجد حالة من الارتباك، حالة من الخروج عن النص، استقواء بالحصانة. وخلينا نتكلم بوقائع. 19 حكم الهاني العتال مقابل 2. نفس الوضع لو احنا عملنا مقارنة ما بين الأحكام التي حصل عليها الأستاذ ممدوح عباس ومحاميه الشهير الدكتور الجليل الدكتور كمال شعيب، هنلاقي كان بس ما بنبقاش نتكلم على هاني العتال فقط، هنلاقي الدكتور كمال شعيب والأستاذ ممدوح عباس كسبانين 200 قضية واحد من مرتضى منصور، مقابل زيرو. مرتضى منصور لم يكسب قضية واحدة أمام الدكتور كمال شعيب، احفظوا الاسم ده، الدكتور كمال شعيب لم يخسر قضية في كل القضايا التي رفعها ضد مرتضى منصور وما صدر منه تجاه الأستاذ ممدوح عباس، بما فيها المستحقات المالية، بما فيها الفلوس، بما فيها المديونيات، بما فيها شطب العضوية، بما فيها كسب كل القضايا بلا استثناء. وعايز أقول لكم على سر،
وركزوا معايا في الحلقة دي أو في الفيديو ده لأنه مهم جدا. ممدوح عباس في الوقت الحالي كسبان جميع القضايا، ما طلعش مرة هلل يمينا أو يسارا أو اتكلم بالشكل اللي بيتكلم فيه مرتضى منصور. طيب أمال ليه قصة مرتضى منصور مع حكم هاني العتال وهلل ليه بالشكل ده؟ لما نيجي نهدى كده ونتكلم بعقلانية ومنطق هنجيب من أول السطر، هاخد منكم 5 دقايق بالظبط. الموضوع بدأ من أول عقدة عند مرتضى منصور وابنه أحمد وأمير وكراهيتهم لهاني العتال مش وليد اليوم. في 2009 هاني العتال فاز على أحمد مرتضى بالضربة القاضية، كانت قائمة الأستاذ ممدوح عباس فيها هاني تحت السن، وكان مرتضى منصور حاطط ابنه أحمد تحت السن. في الانتخابات دي، ولو حضرتكم حد من نادي الزمالك يذكرني لو قلت أرقام خطأ، حصل هاني العتال على 15,000 صوت، أحمد مرتضى منصور حصل على 3,000 صوت. يعني أنت بتضرب بالقاضي على طول، ما بتتفهمش. فمن هنا بدأت تتولد الكراهية. طيب ماشي، نسيب 2009 كان ما نطولش في الجزئية دي، ونتكلم عن هاني العتال كتير لأن عندنا موضوعات كتيرة جدا. نروح للضربة التانية، ودي كانت لكمة جامدة جدا وانتوا عشتوها معايا لحظة بلحظة، ودي كانت في 2017. أول حاجة مرتضى منصور فتح باب الترشح، ولما فتح باب الترشح تاني يوم على طول هاني العتال تقدم في ورق بورقه. مرتضى منصور منذ أن قدم هاني العتال أوراقه للترشح نائب رئيس بدأ يعمل المستحيلات. بفكركم، وده مش كلام رقيق، خلي بالكم ده مهم عشان نوصل احنا فين دلوقتي، عشان المسرحية الهزلية وميكروباص الحدث اليوم اللي شغال ده ما لقيلهوش سواق ولا لقيله حد يحكمه، الناس تفهم انه ميكروباص للاكاذيب وتضليل الرأي العام والحديث بشكل او اخر فيه مغالطات، لكن احنا بنتكلم بالادب وبالاحترام وبالمستندات. مرتضى منصور في 2017 وعشنا ده لحظه بلحظه، عمل المستحيل عشان يخرج هاني خارج السباق لان مؤمن بشعبيته الجارفه داخل النادي. الامور مشت طبيعيه وقدم هاني، فوجئنا باول معركه حصلت اهو وانا كاتب بالتفصيل، لما مرتضى منصور عمل اجتماع لمجلس الإدارة لمراجعة كشوف المتقدمين وقام باستبعاد هاني العتال. أذكركم بس بحاجة، إن هاني العتال الانتخابات دي كسبها بالقضية إزاي؟ قعد مستبعد لغاية ليلة الانتخابات، وحصل بعد يوم واحد من دخوله على 24,000 صوت مقابل 17,000 لأحمد مرتضى منصور. ولو تفتكروا العبارة الشهيرة بتاعت يا ساقط يا دي يا ساقط، لو تفتكروها يعني. عمل ايه بقى عشان هاني العتال يتم استبعاده من الموضوع ده؟ بدأ في 1/11/2017 فتح باب الترشح، في 2/11/2017 هاني قدم أوراقه، بعدها بأيام وأثناء فحص الأوراق من قبل مجلس الإدارة اتخذ مرتضى منصور قرارا باستبعاد هاني العتال. تعالوا هنا بقى نقف، لأن من هنا بدأت المعركة على صحة العضوية من عدمه، وهنا مرتضى منصور ارتكب كثيرا من الجرم. يعني هو حضرتك ينفع تقدم لي الورقة دي اللي فيها بعض المعلومات ليا تقدمها لي للنائب العام انها شكوى رسمية وتعتبر شكواك دون التحقيق فيها او البت فيها من المحكمة انها كلام مرسل وقرآن كريم؟ ما ينفعش. ده اللي عمله مرتضى منصور، تقدم بمذكرة للنيابة قال ان العضوية بتاعت مجدي حجاج خليل عضوية مزورة، النيابة لم تبت في هذا التزوير ولم يصدر قرار من وكيل النيابة او من نيابة العجوزة يقول ان فعلا مجدي حجاج خليل زور عضويته وبالتبعية عضوية هاني مزورة. انا استدعيت ملف العضوية لانه مهم ومهم جدا، بس كان حضرتكم تفهموا. طيب هاني العتال استخدم بند في اللائحة مهم جدا، في لائحة مرتضى منصور قال ان لو في اي حد عايز يتظلم
من قرار مجلس إدارة النادي فيما يخص الفحص والترشح، عليه الذهاب إلى لجنة التظلمات في اللجنة الأولمبية، وقرار لجنة التظلمات بات ونهائي. أنا جايب لكم نص اللائحة أهو، على أن يعتبر قرار لجنة التظلمات باتا ونهائيا لا رجعة فيه، وعلى النادي أن ينفذه فورا. هاني العتال راح للجنة التظلمات. لجنة التظلمات في اللجنة الأولمبية وقتها إدت حكم بنزول هاني العتال الانتخابات وعدم استبعاده لحين البت في قضية التزوير أو شكوى التزوير، ما كانش في قضية، لحين البت في شكوى التزوير المقدمة من مرتضى منصور بشأن عضوية مجدي حجاج خليل وابنه هاني مجدي حجاج خليل. وبناء عليه نزلت هاني الانتخابات وقالت له حق الانتخاب، لأن استند مجلس الإدارة على شكوى ولم يستند على قرار، وليس لديه ما يفيد بأن النيابة أثبتت هذا التزوير من عدمه. طيب مرتضى احترم اللائحة بتاعته؟ لا، مرتضى منصور ما احترمش اللائحة بتاعته اللي كاتب فيها إن قرار لجنة التظلمات بت ونهائي، لم يحترمها بالمرة. راح رفع قضية، وأنا جايب لكم التواريخ أهي، رفع قضية في مركز التسوية والتحكيم متجاهلا البند اللي هو حاطه في اللائحة بتاعته اللي قال فيه إن أنت روح للجنة التظلمات يا متظلم، وحضرتك لو حصلت على حكم منها الحكم بات ونهائي لا يمكن الطعن عليه. ضرب بده عرض الحائط كالعادة، لأنه عايز الدنيا كلها ملاكي وتفصيل لأحمد مرتضى منصور. كل الحرب دي عشان يفصل مقعد نائب الرئيس لأحمد مرتضى، كل الحرب دي عشان واثق إن الولد هيسقط ومش هينجح في أي انتخابات طرف فيها هاني العتال. حصل الآتي، رفع قضية في مركز التسوية والتحكيم وكسبها في الشق المستعجل واستبعد هاني العتال. لو تفتكروا هاني طلع باحترام وطلع بيان قال أنا بحترم أحكام القضاء، نفس الموقف. عرفتوا بقى بحكي لكم ليه؟ نفس الموقف، فاكرين؟ نفس اللي حصل امبارح، قالت المحكمة رفض الدعوة لأنها صدرت من غير ذي صفة، يعني كأنه مش موجود في النادي. نفس الموقف اللي صدر في من مركز التسوية والتحكيم لما قالوا رفض ترشح هاني العتال لأنه غير ذي صفة في نادي الزمالك. الراجل راح مطلع بيان نفس اليوم نفس الليلة، وكأننا بنعمل إعادة الهدف زي إعادة الأهداف في التلفزيونات، والنبي عد لنا الهدف ده. نفس الموقف، بس عشان انا ما رضيتش اتكلم في ده امبارح عشان الناس ما تفكرش ان انا بتكلم ادافع عن هاني العتال، لكن لما يطلع محامي يضلل الناس ويكذب على الناس ويتكلم بالافك والبهتان علشان خاطر يرضي اللي مشغله ويحلل الخمسين ستين الف جنيه اللي بياخدهم من اموال الزملكاويه لمجرد ان هو متجوز اخت مرتضى منصور ومرتضى منصور خلق عياله وكمان مطلقها، ده راجل ما يعني مش عايز اتكلم في مربع خاص بالاعراض نهائيا احتراما للناس. طيب هاني العتال طلع بيان لو تفتكروا زي كده بالظبط، الراجل التزم الصمت والاحترام وقال انا استبعدت واحترم احكام القضاء مع تمسكي بحقي في التقاضي. وده نفس التصريحات اللي صدرت امبارح من هاني العتال، يا جماعه المحكمه قالت ان انا غير ذي صفه، احترم ما قالته المحكمة وعندي درجات للتقاضي، وما يصدر من المحكمة سواء في حقي او ليس في حقي انا احترمه وفوق دماغي احتراما لاحكام القضاء ولا اعقب عليها. وده نفس الكلام اللي احنا قلنا امبارح. طيب عمل ايه هاني بعد البيان ده؟ في كان شقين، شق مستعجل كسبه مرتضى وشق موضوعي لما استبعد هاني العتال وقال انه مش عضو في النادي. بناء عليه هاني دخل في الشق الموضوعي وصدر حكما جديدا من مركز التسوية والتحكيم بصحة موقف هاني العتال وعودته لسباق الترشح. وده كان ليلة الانتخابات، وانا فاكر وبفكركم كنت شغال في الحدث اليوم، والقرار طلع الساعة 10 واستضفت هاني العتال عندي وكان معاه الكابتن احمد سليمان لو تفتكروا، وعملنا سهرة من 11 لغاية الساعة 4 الصبح، وطلع من الاستوديو على النادي. قالت ايه في الشق الموضوعي؟ يحق لهاني العتال خوض الانتخابات، وأن الشق المستعجل الذي صدر خطأ
وليس فيه ما يفيد بأن هاني لعب تلعب ويته مزورة. هو أثنى عند هذا الحد وراح هاني نزل الانتخابات وراح مد أحمد مرتضى باللقمية في وشه مرة تانية، المرة دي مقابل كام؟ 24,000 صوت مقابل 17,000 صوت لأحمد مرتضى منصور. لا ما سكتش مرتضى، المعركة لازم تستمر، المعركة لازم تستمر. يا ريت محمود خالد يرد على الكلام ده باحترام مش بتضليل واكاذيب، وانا لسه افند لكم اكاذيبه بكل احترام وبالقانون دون اي تجاوز في حق احد. وبحيي كل الزملاء والاصدقاء اللي بيتابعوني من خلال هذا البث المباشر، كل انسان باسمه، ولسه هنسلم على الجميع لان في اصدقاء اعزاء وافاضل شايفهم بيتابعوا اللايف. طيب حصل ايه؟ وقف الموقف القانوني بتاع هاني العتال عند هذا الحد انه ينزل الانتخابات ويظل في وضعه نجح او رسب لحين البت فيما نسب اليه مرتضى منصور لهاني وابوه انهم مزورين. قدم لنا يا عم ورقة من المحكمة انهم مزورين، قالوا له كده في مركز التسوية والتحكيم، قدم ورقة من المحكمة هات لنا ما يفيد من المحكمة ان دول مزورين. لحين ما تجيب ده الوضع بتاع هاني العتال قوي، ينزل الانتخابات، نزل ونجح. لم يرق ذلك الى مرتضى منصور، بدأ بقى من بعد النجاح في مؤامرات ساعدوا فيها من ساعدوا يمينا ويسارا لمنع هاني العتال من التمكن من منصبه واداء مهامه كنائب لرئيس نادي الزمالك. طبعا كان وقتها المهندس خالد عبد العزيز المحترم حسن السيرة والسمعة، الرجل الذي كان يعلي من قيمة الدولة وشأنها ويعلي من قيمة القانون ويطبقه بحذافيره، رفض ما فعله مرتضى منصور. اللجنة الأولمبية قالت الجمعية العمومية صاحبة القرار الأول والأخير واختارت، ونحن نقدر ونقدس اختيارات الجمعيات العمومية. فيا معالي الوزير لازم هاني العتال يتمكن من أداء عمله. بدأ الوزير ياخد شوط بالود، تدخل علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اجتمع بيهم في مكتبه، الوزير جابهم في مكتبه، هاني حضر اجتماعين أعطى لمنصبه شرعية، حضوره الاجتماعين دول ادى للمنصب شرعية، ولكن ما زالت المؤامرات مستمرة. رحل المهندس خالد عبد العزيز وانقطعت المجالس الإدارات عن الاجتماع في نادي الزمالك، ووجد مرتضى منصور الملعب دون رقيب أو حسيب، سايبين له الحبل على الغارب، ما عملش أي شيء يمينا أو يسارا خاص بمجالس الإدارات، ولم يدعو أي أحد، وما فيش أي حد عمل اجتماع مجلس إدارة، وظل الأمر معلقا إلى أن عمل اجتماع مرتضى منصور وراح شاطب في الاجتماع ده ناس كتيرة جدا، مجدي العتال وهاني العتال وهاني شكري وممدوح عباس وما إلى غير ذلك وعبد الله جورج والكلام ده كله، وكله ده في شنك. فيهم اللي قضاياه انتهت وأخذ أحكام نهائية ببطلان الشطب وعودته للنادي، وفيهم اللي مازال في إجراءات التقاضي زي هاني العتال. إذن آخر وضع قانوني لهاني العتال هو وضع الشق الموضوعي اللي دخل فيه في مركز التسوية والتحكيم اللي بيقول إن قضيته سليمة كده تمام، والقضية متداولة ولم يصدر فيها شيء. الحكم اللي صدر امبارح صدر ازاي وليه؟ ده بأهل القانون اللي يقولوا، وأنا لا أعقب على أحكام القضاء. هما يهللوا واللي قاعد يقول ده عادي، ناس راجل الناس عارفاه كل كلامه في الآخر على فشوش، يعني مش عايز لعيب في حد ولا غلط في حد. الأستاذ محمود خالد امبارح قال عكس الكلام ده كله، قال عكس ده كله بالمرة. ده حبيت ارد عليه واقول له ده الوضع القانوني لهاني العتال علشان خاطر ما تتكلمش كلام غلط وكلام مغلوط وتضلل الناس وتقول ان الحكم بات نهائي. اولا الحكم مش بات نهائي، ولن اتحدث في اكثر من ذلك، وكلامك بان الحكم بات نهائي كذب.